السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي في الوحدة الرابعة، الأسبوع الثاني، الثالث، الرابع. أصف فلاحا، نصف واحد الفلاح. أتذكر الموضوع، أصف فلاحا وأبين ما يقوم به من أعمال. يعني فلاح شنو كيقوم، الأعمال اللي كيقوم بها. أحضر مسودتي، أستعين بالخطط والرصيد السابقين وأملأ الفراغات شفهيا بمفردات وجمل مناسبات. ها شنو الجدع؟ الخطط هي هذه، الفقرات هي هذه. متى خرج الفلاح إلى عمله؟ مثلا إلى أين توجه؟ وماذا يوجد في بستانه وحقله أو واحته أو أرضه؟ إذا نقول خرج الفلاح متى؟ أبو الخير إلى حقله أو لعمله. خرج الفلاح أبو الخير إلى عمله. خرج العمل ديالو إلى عمله. إذا زيدي. قبل أن تشرق الشمس. قبل أن تشرق الشمس. شمس. قبل أن تشرق الشمس. واش هو؟ متى الوقت اللي خرج فيه؟ قبل أن تشرق الشمس. سو فتوجه إلى مثلا، فتوجه إلى إلى حقله، بستانه، واحته، أرضه. إلى أرضه. إلى حق أو لحقله. حقله. حقله. حيث الأشجار و شو كاين الحق في الحق الأشجار اللي عنده؟ شنو عنده مثلا؟ قولها قولي. قولي شنو هذا؟ والزرع. والزرع. و هذه اللي غاليه دابا اللي كناكلها، شنو اللي غاليه في السوق؟ خو والخضر. ايه والخضار. والفواكه. والفواكه. عرفتي شكون هادو؟ يا سهلة هادي. خرج الفلاح أبو الخير إلى عمله قبل شروق الشمس، وقت. فتوجه إلى أين؟ إلى حقله. حيث شنو كاين في هذاك الحقل ديال شنو كاين؟ كاين الأشجار والزرع والخضر والفواكه. العرض، من هو أبو الخير؟ صفوا لي ما صفاته، ما الأعمال التي يقوم بها؟ شكون هو هذا أبو الخير؟ يلاه صفوا لي. أبو الخير فلاح. فلاح. ها كيدير هو؟ نشيط. نشيط. وصفوا لي. نشيط. قوي. قوي العضل. الجسم. قوي الجسم. مفتول. الجسم مفتول. العضلات. عضلات. ذو قامة قصيرة. قصيرة أو طويلة. طويلة. قولش قصيرة، قولو طويلة. وعزيمة. قوية. قوية. دائم النشاط. دائم نشاط. أو لا قولو دائم الح. دائم الحركة. من هنا كيمشي لهنا كيمشي لهنا. دائم. دائم الحركة. لا يثنيه عن عمله برد. برد قارس. قارس. أو حر. لافح. لافح. يحرث الأرض. الأرض. ويبذر البذور. بذور. وينقي الزرع. الأعشاب. وينقي الأعشاب. كينقي الزرع من الأعشاب، يعني ينقي الأعشاب. شابة. شابة. ويشذب الأشجار. ويحصد المحصودات أو المحصودة الزرع. الزرعة. ويحصد الحقول.
تمام، الحصاد الحقل داك الشيء اللي كان فيه. صدوق الحقول ويدرس ويدرس الحو الحبوب أو الزر الزرعة الزرعة يدرس الزرع يدرس الزرع في الخاتمة ماذا يوفر لنا وماذا يستحق منا؟ شنو كيوفر لنا وشنو كيستحق منا؟ نقولوا ما ما أروع ما يقوم به الطبيب البيطري، ما أروع ما يقوم به الفلاح النشيط. ونقولوا ما أروع ما أروع عمل عمل الفلاح فلاحي، ما أروع عمل الفلاح إنه إنه يحصد يتعب يتعب من أجلنا ويكد ليوفر لنا الغذاء شيء كامل خضروات الزرع الفواكه لذلك وتل تل مش على الانسان تل الحيوانات يوفر لهم هذاك التبال والربيع باش ياكلوه كذا والشعير لذلك يستحق يوفر لنا الغذاء لذلك يستحق يستحق منا التقدير والشكر والشكر. أحرر مسوداتي وأستعمل ما يناسب علامات الترقيم عمل فنقطة فاصلة علامة تعجب نقطتان وأقرأ مسوداتي مع زميل وزملائي وننقحها أعرض إنتاجي أقرأ إنتاجي على أصدقاء وصديقاتي وأستمع إلى تعليقاتهم ثم أرشح ليعرض في مجلة مدرستنا. درنا هذاك الشيء غتردو في الورقة ودير الفواصل بحال دابا أنا قبل أن تشرق الشمس فصيلة فتوجه إلى حقله حيث الأشجار والزرع والخضار والفواكه. أبو الخير فلاح نشيط قوي الجسم فصيلة مفتول العضلات ذو قامة طويلة وعزيمة قوية فصيلة دائم الحركات لا يثنيه عن عمله برد قارص هنا نقطة لا يثنيه عن عمله برد قارص أو حر لافح فصيلة يحرث الأرض ويبذر البذور وينقي الأعشاب ويشد الأشجار ويحصد الزرع ويدرس الحبوب نقطة نهاية. ما أروع عمل الفلاح علامة التعجب إنه يتعب من أجلنا فصيلة ويتعب ليوفر لنا الغذاء لذلك فصيلة لذلك يستحق منا التقدير والشكر علامة نهاية. هذه الطريقة. إلى هنا ينتهي الفيديو. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.